السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه، فعل مع الجرس باش الا كانت حاجه جديده توصلك حتى الاول. وبالرجوله الخوت شويه ديال التفاعل، تفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط، خليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلاه نبداو. ما فرقتك صغيبه عفاك الصبار وداك الصحراء خذوا وليدي سبيطارة تخونا. الله يلا سبيطارة من الناس. حادثة فيما يرضي الله. خويا العزيز باغي تكون في رمضان، قوي عليك تصوم وانت تصلي وتصوم وانت مصالح مع اللي مخاصم معاك. جيل قمش اللي ما حشم يغمش. على قد هم، على قد هم، هذا ميزاني ويقول الزم من عطاه الله. على قد هم، على قد هم، هذا ميزاني ويقول الزم من عطاه الله. تيق في نفسك، الا ما كنتيش تيق في نفسك عمرك غدير شي حاجه. ما عرفتش انا خويا الثقه اللي جابتها تخيتي، وحق الله الثقه في الناس ما عرفتش منين جابتها. انا كتغوت غنقول لهم كتزقي هادشي خويا واعر. هنا جيت لكازا عند مروان، واخيرا واخيرا واخيرا. اشنو عجبك يا خوله؟ خويا كلشي عجبني. لا لا وريني 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 شي زوين. وريني الناس وريهم. اول حاجه هذا 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 هذا، شوفوا الهمه والشان. انت اختي ديري عاوك وخرجي انت. زيدي شوفي زيدي شنو اخر؟ بلاتي بلاتي سم زيدي شنو اخر؟ مارك جاكوب. حاول راه انت راه اللي لبستيها كتجي معاك. لباسه اختك لباسه بلاتي. زيدي اليوم غديري فايتي. غتصاوب معايا فايتي. غتصاوب معايا زيدي غتصاوب معايا. شوف هذا في تروبياس انت تسع الهمه. شوفي 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 اليوم غنتفركس مع مروان. زيدي وريني اليوم غنتكرفس غنتفركس. زيدي انت اختي شوفي انت كام. زيدي سيري انت بلاتي بلاتي انا نوريهم هاد الصنيدلات اللي ناعمه. انت 19 قلتي تسكن في كازا واش كتقرا؟ كنقرا المانيا. المانيا؟ اه ديجا خديتي الباك ديالك هادي غادي رايح. اه اوكي باغي تمشي لالمانيا. اه مزيان ان شاء الله. اوكي قولي لنا ثلاثة الحوايج عجبوك في مريم. الصال ديالها، بيرسينغ اللي دايرة، عندك عينات هي زوين. زوينين زوينين بلاتي شنو مزور شافها. واش هو من النوع ديال الدراري اللي كيعجبوك ولا كيعجبك شي نوع واحد اخر؟ ما عنديش نوع بالضبط، غير خاص البيرسوناليتي اللي تكون. كان شي واحد اكبر مني بقاش في المونتاليتي مابقاش في لاج. كاع اللي تسمعت معاه وصار مني. اها وشنو هو النوع ديال الموسيقى اللي كتسمعي ليه؟ افرو ار ان بي. انت كتسمع الافرو بيت؟ كتسمع الافرو؟ اه ان بيانو. او بلا لا ما بيانو يلاه كنت ضو البارح. كيفاش مشيت لاروكا السعداد؟ لاروكا في الماك كاز اني. انت؟ شعلوا العافيه قفل ملاهو. بلا ما تمحلنا ما عارفين بلاصتهم شنو هي.
لاباس عليك. هاو يا سي العبري. السلام عليكم حياك الله. مع احتراماتي ليك. تبارك الله عليك الاستاذ ديالنا. كل شيء بخير. كل شيء لاباس. الله يبارك فيك. اخباركم طيبه. كل شيء بخير. بخير. هاني انتم. الدعوه المغاربه ان شاء الله. عاودي نسال الله عز وجل يهدي علينا رمضان بالخير والصحه والرحمه. المزيد من الايمان والقرب الله عز وجل ويفك الاسر ديال اخواننا يا ربي امين. طلب الله عز وجل اللي يحيد علينا احنا هذه الحاله ديال العجز امين ووفقنا اننا نساعدهم بالذي يرضيه سبحانه وتعالى يا ربي امين. شكرا بزاف جزاك الله خيرا. احسن رجل احسن رجل رجل عظيم رجل طيب مغربي هذا هو اخي المغربي اخي المسلم وكنتمنى ان شاء الله الشباب مستقبل زاهر ان شاء الله نساء ورجال جميع الاباء جميع الامهات اخي ياسين يقول لكم واحد الكلمه في الحقيقه في نصيحه وفي دعوه الله يكبر بك قرب عندنا شويه وهو ان شاء الله عز وجل يتقبل منا ومنكم والله يوفقنا ويكون لنا ندركوا شهر رمضان الله يوفقنا خير الله. I have a guy friend. اه لا لا ما بلاتي ما كيعجبوكش الناس اللي عندهم البيست فريندز وداك الشيء. بلا ما ندسكس لعيبات باينين. علاش بلا ميتي؟ شوف انا انسان بلدي تقليد فهمتي دوكا وي بحالي ولكن بلاتي انا براسي عروبيه ولكن كنبقى اوفردي كتجيني هاد اللعيبه هادي ديال انها فهمتي داك الدخول والخريج بزاف مع الدراري بحال ما كتعطيش واحد يو بحال ما كتعطيش واحد لافالور للدري اللي انت ما خليك من انك واش تكون انسكيور ولا ما تكونش انسكيور غير لو في ديال ان فهمتي الدري بزاف ديال البريزونس ديال الدراري في حياه ديال واحد البنت كتخليك انت كدري هي كتخليك تبان في واحد المقام اللي ناقص ورا فوالا راه كيبقى في البنت مثلا مثلا سواء هذه هي الريفلاج وتقول لك مثلا لا خصني نمشي نشوف ماي بيست فريند سي نورمال ما يعجبكش بحال ما الى 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 كنت تحت فهاد السيتياسيون سؤال واحد نقدر نسولها از شنو هي ديك الحاجه اللي داك النوع ديال البلاجر اللي كتلقاي في داك الدري وما كتلقايش معاه واخا صغير عقلو كبير هادي عندي 15 عام واش هذا شي نوي واش هو كاين شي حالة الأغنية زعما ربعين ماتش بشحال مخلصة الورقة دابا إلا جبتيهم كاملين بشحال 500 مليون 500 مليون بشحال مقطع الورقة تبارك خويا ثلاثة بقاو سبعة بشحال دابا راه ورقة بشحال مقطعة أنت 100 دريال 100 دريال 100 دريال 100 دريال باغي تضرب 500 مليون أربعة خويا ما حشمتيش من نيزك دايا لنا خويا دات لينا خسارة ورقة الكريدي هذي مني والله لا ورقة الكريدي بالله وما إلا مسوكرة مسوكرة والله إلا مسوكرة إوا عقل راه ما تزكلش نصير تا قرا وحفي دماغك وسير نوض مع الصباح تخدم نصب 5 دراهم ويدخلوا 500 مليون شتي دابا تقلب على الموت هذا صاحبي خويا جينا العاصمه مرحبا ولكن شنو هما الاحكام؟ غنقول لك من هنا اللي خسر غنديروا ليه الرقيه يلا سير 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 يلا تكبيس 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 يلا ما سخون ما سخون قريقي راس قريقي راس الدراري قريقي راس يلا لدون 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 شكرا على الدعم شكرا شكرا الله يحفظك اختي ميرا على هذاك الفروج البلجي يلا يلا ولاد سيدي عبد الرحمن بويا عمر تعرفكم انا ما ربحناش راه ما نخسروش يلا فيكم اللي صاباني فيكم الله زهري الله 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 سيفطوا لي زهري الله ايه ده ولد الحرام العقوبة للكنز ان شاء الله العقوبة للكنز يلا يلا ان شاء الله جهنم كامل يدخلوا لها يلا سير 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 يلا الدراري ها ما تحبسوش ولا عندي شي بوينه سيفطوا شو وين وين كبير وين كبير العقوبة سي حضر ان شاء الله يلا ولد بابا ميمة ولد سيدي عبد الرحمن فينكم الله الله شكرا اختي ميرا على معزلك احلى شكرا شكرا شكرا
جيبه جيبه. عايشة شكرا على الطوالات البلدية، شكرا ماكسي الله يحفظك. تيك توك ديال الجنون هذا. صلوا الحمد لله الله يحفظك. هذا من داو سميتي ياسين، شنو سميتك؟ شنو خير رشيدة. رشيدة شحال في عمرك؟ 19 قلتها. كان 19 كنقرا اونلاين وسكن في كازا. انسان فهمتي. قدمي لها راسك. انا كنبنت تازا مي كنسكن دابا وليت كنسكن في الرباط. في الرباط؟ هكذا. شنو حاجة اللي كتحس بها اونيك في راسك؟ ما عرفتش. وانت شناهي الحاجة اللي كتحس بها مميزة فيك؟ كنضرب حطات لي سبيشال على الناس الاخرين. كنلبس بحال بنادم حتى المونطاليتي يمكن فهمتي ما كتسوقش بنادم اخرين ولا. اوكي شنو هما الاهداف ديالكم في الحياه؟ المهم الحمد لله عندي بزاف ديال الاهداف غير كنحقق شويه بشويه. انت وانت شنو هما الاهداف ديالك في الحياه؟ يكون عندي شي صحاب اللي كيسبورتوني، شي فاميلي اللي ديما تبقى معايا تسبورتوني في اي حاجه. بلاه علاش دابا ما كاينينش الاصدقاء في الحياه؟ ما عندكش؟ عندي فعلا يبقاو معايا ديما. وشنو العلاقه؟ سوء التغذية مع سوء التربية. أنا الخوت نكون وصلنا لآخر الفيديو، تهلاو فرصكم تهلاو فرجي. أنا الخوت نكون وصلنا لآخر الفيديو، تهلاو فرصكم تهلاو فرجيكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو واحد آخر. السلام عليكم.